هو لقاء وطني للأمراض النادرة، ويصادف هذا اليوم العالمي تاع الأمراض النادرة اللي هو يوم 28 فبراير من كل سنة. بالنسبة للمحاضرين يعني المشاركين في الملتقى، هو ملتقى طبي بامتياز عصبي عضلي، بحيث استدعينا الأساتذة المختصين في الأمراض العصبية العضلية. الهدف منه هو المرافعة عن هذه الأمراض. يوم نحيو اليوم العالمي للأمراض النادرة، راح نتحدثوا على مرض الضمور العضلي الشوكي. هو يعتبر من الأمراض النادرة والتي يجب تشخيصها مبكرا، به الطفل نحطوها سو تريتمون بريكوسيمون في الأشهر الأولى قبل انتشار مضاعفات المرض، خصوصا على الجهاز التنفسي واللي هي من الأسباب الأساسية في وفاة الطفل.